طيب يلا عطونا الحين الطواقي على الشاشه العلي. هادي فريق البيرق تحدوا فريق شداد. يلا عشان ما اعطيك ظهري تعال منا تكفى ابو تخيل بالنور والسرور. يا مرحبا. يلا علي الطواقي على الشاشه يا جماعه الخير. كم اختار؟ 8. يلا اختار طقيه رقم 1. طيب يلا طقيه رقم 1 فيها كلمه ومعنى عليك انك تجاوب خلال 45 ثانيه. السؤال يقول: ماذا يقال للجوع والتعب في آن واحد؟ البشم، السغب، الغسق. خمسة وأربعين ثانية معاك ولا بتحول السؤال مباشرة إلى فريق؟ يلا يا أبو هين. أشداد. يلا يا أبو هين. هذه ثقافة. الليل. غسق الليل. البشم. سغب. أتوقع أنا. إلا فيها. طعام المسكين ذي مسغبة، فيها ذكر القرآن مسغبة سغب. أعتقد أنها هيها كلها. والله ما أدري هيها ولا سغب، بس أنها تعب وجوع في آن واحد صح؟ إيه في يوم من ذي مسغبة يعني جوع وتعب. روح يلا عقل إجابة. صح 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 السغب. والله ما يمصلع السغب. يلا ثبتوا السغب. يعجبني أنا الشخص اللي يستدل بأدلة من القرآن أو الحديث أو يحلل ذلك. فالإجابة كانت صحيح. 4000 ريال. شكرا لمطاعم اوراق التوت والمسواك الطبيه. الان نزلوا تغريدتين في اوراق التوت بتويتر، وايضا المسواك بامكانكم مشاهدتنا ومشاركتنا.